يا صباح الفل، صباح الزمالك على كل جماهير نادي الزمالك في كل مكان. حلقة جديدة من نهارك أبيض، ويا رب دايما نهاركم أبيض ويبقى سعيد وكله خير، اللهم أمين رب العالمين. إن شاء الله النهاردة في الجزء الأخير من حلقتنا هيشرفني ونورني كابتن خالد مصطفى للحديث بقى عن نادي الزمالك وعن تأهل نادي الزمالك لدور المجموعات للكونفدرالية الإفريقية وعن المواجهة المرتقبة إن شاء الله الأسبوع اللي جاي أمام النادي الأهلي في نهائي كأس السوبر الأفريقي. لكن قبل ما نتكلم في أي حاجة خلونا نبارك لنادي الزمالك، لمجلس الإدارة، جهاز فني، لعيبة على التأهل لدور المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية. ونادي الزمالك ابتدى بقى في مشوار رحلته للحفاظ على اللقب القاري للموسم، إن شاء الله بإذن الله تبقى المرة الثانية على التوالي. زي ما شفنا نادي الزمالك بيكرر فوزه على الشرطة الكيني بهدفين مقابل هدف، وكانت مباراة في مجملها تقدر تقول كمشجع أو كأي حاجة إن نادي الزمالك حقق المطلوب، حقق الهدف، لكن ما حققش المنتظر من قبل جماهير الزمالك، اللي جماهير الزمالك أكيد بتبحث عن الأداء، الأداء اللي يطمنها للي جاي، الأداء اللي يطمنها لمباراة السوبر اللي لا تحتمل أي حاجة من ممكن بعض الأخطاء أو بعض السلبيات اللي احنا شفناها خلال المباراتين اللي فاتوا. لكن خليني أقول لك على حاجة، انت بالنسبة لك برضو قدامك بعض الحاجات لازم تبقى انت كجمهور شايفها، ولازم تبقى كجمهور حاسس باللعيبة ان انت لسه في بداية موسم، معظم اللعيبة لسه ما جابتش فورمة، مش هقول لك بنسبة 100% لكن حتى بنسبة 40% في بعض السلبيات، في بعض الاخطاء الدفاعية، لكن انت دلوقتي خلاص لازم من هنا لحد يوم الجمعة ان شاء الله بإذن الله يبقى الدعم ثم الدعم ثم المساندة لكل عناصر اللعبة داخل نادي الزمالك، سواء كجهاز فني، سواء كلعيبة، سواء كمجلس إدارة. انت بتتكلم على مباراة امبارح او بتتكلم على دور ال 32 في البطولة الأفريقية، انت امبارح المباراة نادي الزمالك اللعيبة عايزة تعدي المباراة بأي شكل من الأشكال، اللعيبة مش باصة للأداء، اللعيبة طبعا بتلعب المباراة، طبعا مباراة مهمة، مباراة في بطولة، لكن ماتش السوبر وده يعني لا يخفى على احد انه واخد جزء كبير من تفكير اللعيبه. هتقدر تقول بقى في لعيبه خايفه على نفسها، في لعيبه خايفه انها تتصاب عشان ماتش السوبر، كل واحد بيحلم ان هو يبقى موجود في تشكيله الزمالك ويعمل مباراه كويسه مع الزمالك ويحقق اللقب للزمالك. تقدر تقول اللعيبه امبارح بعد حتى الهدفين اطمنوا الى حد ما ان المباراه خلصت، لكن طبعا زي ما احنا شفنا الفريق الكيني امبارح يعني هو مش فريق منظم، فريق عشوائي، فالعشوائي ده دايما هو اللي بيتعب الفرق الكبيره، هو دايما اللي بيخليك انت كفريق كبير مش عارف تلعبه من اني زاويه او من اني ناحيه. بالنسبه له امبارح كان عايز خلاص بعد ما الهدفين دخلوا فيه لازم بقى خلاص فتح خطوطه وعايز يهاجم، وحتى الهدف اللي دخل في نادي الزمالك يعني لو هتيجي تبص على الهدف من الاول، هدف من كره ثابته، كره ثابته ما كانش ليها اي داعي، على مستوى الرقابه بقى داخل منطقه الجزاء ما كانش يعني احسن حاجه. برضو الناس اللي بتنتقد الخط الدفاعي نادي الزمالك زي ما انا قلت عندنا مشاكل وعندنا كل حاجه، لكن ده مش وقتها، الوقت اللي احنا فيه انت بتتكلم في 4 5 ايام قبل ماتش مهم، قبل ماتش ببطوله، لازم تساند ولازم تدعم. بس ما حدش قال لك ان مفيش اخطاء، ما حدش قال لك ان مفيش سلبيات، وده يمكن اللي مستر جوميز المفروض يشتغل عليه الفتره اللي جايه، يعني اللي احنا بنشوف فيه اخطاء من الموسم اللي ماضي بتتكرر، لكن لازم الوقت اللي احنا فيه مش هينفع نتكلم في اصل الزمالك كان وحش، اصل اللعيب ده كان مستواه ايه، اصل اللعيب ده كان مستواه عامل ازاي. يا جماعه ماتش الاهلي ملوش علاقه بماتش امبارح، انت الماتشات الكبيره لو جبت لعيب عنده 70 سنه وجبته من البيت ونزلته هينزل ياكل النجيله ويموت نفسه. مباراة بقى ليها ظروف مختلفة، ليها دوافع، ليها حوافز، احساس اللعيبة بالمسؤولية من قبل جماهير الزمالك وصل لها، واللعيبة عايزة تحقق البطولة لجمهور نادي الزمالك وبعد كده ليها. فكل دي حاجات لازم نبقى حاطينها في الحسبان، ان مباراة امبارح مش مقياس ابدا اللي انت بالنسبة لك للعيبة نادي الزمالك او امكانيات لعيبة نادي الزمالك. المباراة اللي جاية ليها اسلوبها الخاص، ليها طريقتها، ليها تحضيراتها من الجهاز الفني ومستر جوزيه جوميز. اللعيبه ان شاء الله باذن الله
تبقى على قدر المسؤوليه، اللعيبه تعمل اللي عليها، اللعيبه تموت نفسها، هو ده اللي عايزه جمهور الزمالك. لكن امبارح انا كلاعب عايز اعدي المباراه وخلاص، عايز اوصل لدور المجموعات وخلاص. انت المباراه بتاعت امبارح دي لو مفيش بعديها مباراه ببطوله، او مفيش بعديها مباراه للنادي الاهلي في نهائي سوبر افريقي، في نهائي مرتقى، في مباراه جماهيريه، كان الزمالك اداهم 5-6 مستريح. لكن طبيعي جدا ان في جزء من تفكير اللعيبه رايح لمباراه السوبر، لكن انت حققت الهدف، انت حققت الهدف. في كمان حاجات ايجابيه امبارح حصلت في المباراه، زي مثلا ان احسن لعيب في مصر زيزو وصل امبارح لهدفه الرقم 12 في البطولات القاريه مع نادي الزمالك، واصبح يعني رابع الهدافين التاريخيين لنادي الزمالك على المستوى القاري، عشان يتساوى مع الايقونه طبعا والامبراطور كابتن حازم امام في عدد الاهداف، ويبقى له بقى هدف وحيد ويوصل بقى الشيكا اباتشي نادي الزمالك وقائد نادي الزمالك واسطوره نادي الزمالك، اللي سجل 13 هدف قاري في جميع المسابقات مع نادي الزمالك. ويمكن هو ده زيزو، هي دي طبيعه الامكانيات بالنسبه لزيزو، حتى لو انت شايفه يعني مش واقف على رجليه بشكل كويس، ما بيعملش المجهود الطبيعي بالنسبه لزيزو، فهو مؤثر، بيسجل، بيصنع، وهي دي امكانيات اللعيبه الكبيره اللي زي زيزو. وزيزو طبعا واحد من اللعيبه المحترفه بمعنى الكلمه، اللي عارف ان الكوره من الاخر هي اكل عيشه، بيعمل كل حاجه عشان دايما يطور من نفسه، بيعمل كل حاجه عشان دايما يطور من امكانياته الكبيره اللي تسمح له بده. انا ممكن كلعيب اطور من نفسي وكل حاجه، بس امكانياتي ما تسمحليش، عندي يعني حاجات معينه او بوصل لنقطه معينه وبقف عندها، ما بقدرش ان انا اطور اكتر من كده. لكن زيزو عنده الكتير جدا جدا، زيزو ما شاء الله نمسك الخشب دايما، مؤثر مع نادي الزمالك سواء فهو في احسن حالاته او سواء وهو في أسوأ حالاته. فزيزو بيستمر في تحطيم الارقام، زيزو بيستمر في يعني ان هو بقى دايما يوصل لارقام في عدد قليل من السنين ما حدش وصل لها قبل كده، وده ممكن اللي بعض الناس مش واخده بالها منه، اللي زيزو في 4-5 سنين بيوصل لارقام، مع كل الاحترام للعيبه لعبت في تاريخ الزمالك، بيوصلوا لها بس بعد 7-8 سنين. لكن زي ما قلت لكم، هي دي امكانيات اللاعب الكبير، اللاعب اللي عارف اللي فعلا كره القدم هي اكل عيشه، هي مستقبله، هو بيديها كل حاجه، عشان كده هي الكره بتكافئه في الاخر. في المقابل عندك برضو حاجه ايجابيه تانية، زي اللي ناصر ماهر بيفتتح سجله التهديفي مع نادي الزمالك في افريقيا، في يدوب بالنسبه له المباراه الثانيه ليه مع نادي الزمالك، وباذن الله ما تبقاش يعني هي دي اخر هدف ولا هي دي النهايه بالنسبه لناصر، العداد يزيد شويه واعداد الاهداف تزيد شويه. وناصر ماهر بصراحه واحد برضو من اللعيبه، طبعا احنا كزملكاويه او كنادي الزمالك عارفين قيمه ناصر ماهر من ساعه ما جه نادي الزمالك، وتاثير ناصر ماهر مع مستر جوميز ومع تشكيله لعيبه نادي الزمالك، لكن دايما بنحس ان هو مش واخد حقه بشكل كبير، نظرا طبعا للنجوم اللي موجودين في فرقه نادي الزمالك والناس المؤثرين في فرقه نادي الزمالك، زي طبعا زيزو والجزيري، كلها لعيبه مهمه. لكن ناصر ماهر لعيب محوري، لعيب بينفذ لك الشغل التكتيكي والشغل الخططي على اكمل وجه، لعيب يعني كمان في الملعب يعني حاجة بصراحة، بيقدر يحل وبيقدر بقى يعمل الباصات البينية والأهداف، ولو نفتكر مستوى السنة اللي فاتت. لكن ناصر ماهر برضو ما جه نادي الزمالك، يعني هو ده ناصر ماهر، ما احترمنا لأي نادي قبل كده كان بيلعب فيه، كان طبعا لعيب كويس، لكن لما جه نادي الزمالك بقى حاجة تانية، ومن خلال نادي الزمالك انضم لمنتخب مصر وبقى عنصر أساسي مع الكابتن حسام حسن في قائمة منتخب مصر. قصة بقى المشاركة من عدمها دي يعني حاجة ما بترجعش للاعب، ده بيبقى في الآخر قرار جهاز فني، لكن ناصر ماهر عمره ما انضم لمنتخب مصر غير من خلال نادي الزمالك، وهي دي قيمة الأندية الكبيرة، هي دي قيمة النادي الجماهيري، إن أنت أما تكون بتلعب في نادي جماهيري وأنت أساسا لعيب كويس، النادي الجماهيري ده بيديك مميزات عكس أي نادي تاني. فناصر ماهر برضو من اللعيبه اللي احنا لازم نحييها، من اللعيبه اللي احنا لازم دايما طول الوقت نقف جنبها وندعمها، عشان ناصر ماهر برضو بالمناسبه عنده لسه الكتير والكتير ان هو يقدمه لنادي الزمالك. ويمكن اللي حضراتكم شايفينه ده يمكن 50-60% ما يتعداش اكتر من كده من مستوى ناصر ماهر الحقيقي، وان شاء الله باذن الله برضو
يبقى ليه بصمه كبيره جدا في المباراه اللي جايه، زي ما كان قدم مباراه الكاس بصراحه على احسن ما يكون. لكن ساعتها يعني كان النتيجه بقى ليها راي تاني، والكوره ساعتها عندت نادي الزمالك بشكل كبير في هذه المباراه. لكن لو هنرجع لمباراه امبارح، كمان كان في حاجتين يعتبروا يعني مهمين الى حد ما. احمد فتوح امبارح شفناه في المدرجات في المقصوره بيدعم فريق نادي الزمالك، بيحاول يخرج من الحاله اللي هو فيها. طبعا ده ما يعنيش ابدا ان احنا ربنا يرحم المتوفي ويصبر اهله ويلهمهم الصبر والسلوان، وحاجه طبعا ما فيش اي حاجه في الدنيا هتعوض غياب الاب عن عيلته. لكن احنا بنتمنى يعني الصبر للعائله، واللي ان شاء الله باذن الله الموضوع يتحل في اقرب وقت. وزي ما شفنا حتى رساله احمد فتوح المؤثره، ان هو دايما هيكون سند ودايما هيكون ظهر للعيله، وهي دي يعني صفات الناس المتربيه، الناس اللي عندها اصل. وان شاء الله باذن الله ربنا يفك كربه وتنتهي الازمه على خير، وينتهي بقى الموضوع بشكل نهائي، ويبقى احمد فتوح موجود في فريق نادي الزمالك ويرجع تاني لمستواه، واحمد فتوح يبقى بمثابه الاب للحاجه يعني او الحدث اللي حصل خلال الايام الماضيه. عندك برضو زي ما شفنا من خلال متابعتنا للمباراه، كان كونراد مشلاك لاعب الفريق الجديد كان موجود برضو في مقصوره استاد القاهره عشان يدعم فريق نادي الزمالك. وتحسه كده ان هو من ساعه ما جه، حتى من خلال فيديو تقديمه، من خلال وجوده في نادي الزمالك، الراجل متحمس وعايز يدخل الاجواء بسرعه، وقال لك انا شفت جماهير الزمالك عامله ازاي، وشفت دعم الجماهير بيبقى في الماتشات عامل ازاي. انا عايز اقول لك اللي انت مشلاك لسه ما شفتش حاجه، انت لسه ما شفتش جمهور الزمالك، انت لسه ما شفتش حماس جمهور الزمالك، لسه ما الماتشات تيجي في الدوري وفي الكاس وفي اي بطوله الزمالك هيلعب فيها. لكن من خلال كل الكلام اللي جاينا ان هو ان شاء الله باذن الله لعيب كويس جدا، لعيب مبشر، لعيب اما يدخل في الاجواء واما يتاقلم مع نادي الزمالك هيبقى فارق بشكل كبير مع اللعيبه الكبار اللي موجودين في نادي الزمالك. لما نيجي نتكلم فنيا بقى عن التشكيل اللي بدأ بيه مستر جوميز، أنا عارف إن أنت ليك بعض الكلام على التشكيل وليك بعض التعقيب على التشكيل، لكن هفضل أقول لك إن في الآخر وفي الأول دي قناعات مدير فني، قناعات جهاز فني، كل مدير فني وليه وجهة نظره، لكن في الآخر هو اللي بيتحمل المسؤولية. لكن برضو في الآخر أنت بالنسبة لك اللي أنت عايزه يلعب باللعيبة في مراكزها الأصلية، ويمكن بعد كده في ماتش السوبر مثلا انت كمستر جوميز هيبقى معاك كل الحلول، هيبقى معاك كل الاوراق وكل الخيارات. فالناس انا عارف بتتكلم مثلا على مستوى خط الدفاع، الناس بتتكلم على موضوع الباك ليفت والباك رايت، ماشي عمر جابر يلعب باك رايت، وممكن يعني كباك ليفت ما ينفعش يلعبه عمر جابر، وناحيه اليمين مثلا يلعبها محمد شحاته. الناس شايفه ان محمد شحاته تقدر ان انت تستفيد بيه في نص الملعب من خلال مجهوده الكبير، من خلال دايما قطعه للكوره، وده يمكن اللي ميزه مع نادي الزمالك اما شارك في الموسم الماضي وقت قدوم نادي الزمالك. كل ده انا معاك فيه، لكن في الاول وفي الاخر مستر جوميز هو اللي عايش مع اللعيبه، مستر جوميز هو اللي عارف حاله اللعيبه. لكن بعد كده كل الحلول هتبقى معاه، كل الاختيارات هتبقى موجوده معاه. ويمكن ماتش السوبر هيبقى محمد حمدي موجود، هيبقى كونراد لو جاهز موجود، هتبقى معظم الصفقات اللي تعاقد معاها نادي الزمالك موجوده، وهتبقى في الاخر وجهه النظر برضو الفنيه اللي هترجع لمستر جوميز. لكن احنا بالنسبه لنا الماتشات الكبيره يا جماعه، انا كمدرب هلعب بالطبيعي، بس لازم يبقى انا برضو عندي حاجه في دماغي مختلفه، لازم يبقى عندي حاجه مفاجاه للفريق الخصم لازم تتطبق، ولازم اطبقها ولازم افاجئ بيها الفريق اللي قدامي. مش هينفع العب بالطرق التقليديه او بالعادي، ما انا كده هبقى مدرب عادي، يعني هبقى مدرب تقليدي ما عنديش الجديد اللي انا اقدمه. وخصوصا لما انت تبقى موجود في نادي كبير زي نادي الزمالك، نادي الزمالك وفر لك السنه دي اختيارات كتير، وفر لك صفقات تحل لك في المراكز اللي انت كنت بتعاني منها او كان عندك بعض الازمات فيها، فكل الحلول موجوده بالنسبه لك. لكن احنا بنتمنى ان اي لعيب هيشارك في المباراه دي يعمل اللي عليه وزياده، والاهم كمان من كل ده ان اللعيبه تبقى موفقه ويبقى في يومها. انا ممكن ابقى ال 11 لعيبه عندي يعني ريال مدريد، بس ما يبقوش في يومهم، ويبقى الفريق التاني اقل مني بكتير لكن يبقى في يومهم فيكسب. ده اللي احنا مش عايزينه، ده اللي احنا
بنتمنى انه يحصل بالنسبه للعيبه نادي الزمالك ان اللعيبه تبقى في تركيزها الكامل، اللعيبه يبقى عندها قدر كبير بالمسؤوليه بالمباراه، لكن اهم حاجه انها تبقى موفقه والتوفيق يبقى معاك. وهو ده يمكن اللي غاب عن نادي الزمالك في مباراه الكاس لو تفتكروا في الموسم الماضي. فمن ناحيه اللعيبه يا جماعه ومن ناحيه التشكيل انا عارف ان انتوا ليكوا بعض وجهات النظر وبعض الكلام، لكن في الاول وفي الاخر الراجل هو اللي هيتحاسب. في الاول وفي الاخر المدير الفني هو اللي تبقى وجهه نظره هي القرار الاول والاخير عن اي فرد تاني موجود في الجهاز الفني. فباذن الله الفتره الجايه زي ما انا قلت لكم فتره مهمه جدا، 4 5 ايام قبل المباراه لازم يبقى فيه تحضير بشكل كويس نفسي نفسي ومعنوي اهم من الفنيات. لعيبه نادي الزمالك يعني عبد الله السعيد يعني الراجل مش محتاج يعني اللي في لعيبه كده مش محتاج يعني مش هتعلمها الكوره، مش هتقول لها مثلا في مباراه الاهلي والله يا عبد الله انت هتعمل ايه، والله يا زيزو انت هتعمل ايه، يبقى في شغل فني وشغل تكتيكي وخططي من جانب مستر جوميز، بس اللعيبه امكانياتها معروفه بالنسبه لنا كلنا، فالاهم اللي انت تهيئهم ازاي نفسيا ومعنويا للمباراه دي، وكمان دور اللعيبه الكبيره في المباراه دي هيبقى مهم جدا. عبد الله السعيد بقى، عمر جابر، شيكابالا، زيزو، سيف الجزيره حتى خلاص يعني لعيب بقى عنده خبرات في نادي الزمالك. ف ماتش مهم جدا جدا جدا، العامل النفسي والعامل الذهني بالنسبه للعيبه هو اللي هيفرق، والتهيئه بالنسبه للعيبه هي اللي هتفرق ان شاء الله في المباراه دي. انا عارف جمهور الزمالك من النهارده لحد يوم الجمعه هو ما بيفكرش غير في مباراه السوبر الافريقي، ما بيفكرش غير ان هو ازاي يكسب البطوله، وده عايز اقول لكم اللي واصل لكل لعيبه نادي الزمالك، كل لعيبه نادي الزمالك عايزه تعمله يعني باي طريقه وباي شكل من الاشكال. فالفترة اللي جاية هفضل أقول لكم إن فترة دعم، فترة مساندة، فترة ثقة، ثقة بس في الجهاز الفني، في إمكانيات اللعيبة، في قدرات اللعيبة، عشان إحنا عارفين إن لعيبة نادي الزمالك لعيبة كبار جدا، لعيبة كلها عندها إمكانيات كبيرة، لكن يبقى عامل التوفيق هو اللي هيبقى الفاصل في هذه المباراة. أكيد بنتمنى كل التوفيق وكل الأمنيات الطيبة لنادي الزمالك. وبالنسبة صفقات نادي الزمالك، صفقات نادي الزمالك لسه ما خلصتش، لسه نادي الزمالك ما قفلش الميركاتو بشكل رسمي، لكن هتتأجل لحد بعد ماتش السوبر الأفريقي، وكل المجلس وكل الناس في نادي الزمالك عارفة متطلبات الفريق، عارفة احتياجات الفريق، حاسة بجمهور نادي الزمالك، فما تقلقوش برضو من القصة دي، ما تشيلوش هم حاجة من الآخر، ده اللي مجلس الإدارة عايز يقوله لجماهير نادي الزمالك، كل حاجة بتحصل كل حاجة محسوبة من جانب مجلس الإدارة اللي شغال على مليون ملف داخل نادي الزمالك. فالفترة دي كل اللي الناس طالباه اللي انت تدعم، اللي انت تساند، اللي انت ما تلتفتش لأي كلام أي حد بيحاول ان هو يتكلم فيه، أو أي حد بيحاول ان هو يسخنك على أي جهة من الجهات داخل نادي الزمالك، كل التركيز كل الدعم فقط من أجل المباراة القادمة أمام النادي الأهلي في نهائي السوبر الأفريقي، اللي ان شاء الله بإذن الله ربنا يوفق فيها فريقنا ويحصد اللقب المهم لجماهير القلعة البيضاء. يعني ده كان كلام حبيت اتكلم مع حضراتكم فيه في بداية الحلقة، لكن دلوقتي بقى اكيد كلكم عايزين تعرفوا اخر اخبار نادينا نادي الزمالك. خلونا نروح لفقرة اقرأ الخبر. نبدأ فقرتنا الزملكاوية من عند مستر جوزيه جوميز مديرنا الفني، اللي اتكلم بعد مباراة الشرطة الكيني في اياب دور ال 32 في الكونفدرالية انها كانت مباراة صعبة، فريقنا لعب بعصبية غير مبررة في الشوط الاول، واضاف كمان جوميز ان فريقنا اهدر فرصتين في الشوط الاول والاداء كان افضل في الشوط الثاني وسجلنا الهدفين والزمالك كان يستحق الفوز والتأهل لدور المجموعات. وكمان قال ان هو احترم
آراء الجميع، وخدنا مباراة العودة بشكل أفضل من مباراة الذهاب، خاصة وإن اللاعبين واجهوا صعوبات في هذا اللقاء بسبب نقص الأكسجين، واشتكى كمان بعض اللعيبة من الأجواء بقى اللي كانت محيطة بهذه المباراة بشكل عام خلال رحلة نادي الزمالك إلى نيروبي لمواجهة الشرطة الكيني في مباراة الذهاب في البطولة الكونفدرالية. كمان أكد مستر جوميز أن أداء الفريق اتحسن بشكل تدريجي، وهو عنده ثقة في قدرات اللعيبة على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة السوبر الأفريقي أمام النادي الأهلي اللي إن شاء الله بإذن الله هتبقى يوم الجمعة القادم. وتابع كمان المدير الفني كلامه وقال أن الفريق عنده بعض المشاكل ولكن ليست في وسط الملعب، وهو كمدير فني بيعمل على حل هذه المشاكل. وكمان قال أن عنده ثقة تامة في جميع لعيبة الفريق، وأن الفريق هيبذل قصارى جهده في لقاء الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي. وفيما يخص بقى الإصابات اللي تعرض ليها بعض لعيبة نادي الزمالك، قال المدير الفني أن جميع الإصابات اللي حصلت في المباراة كانت عبارة عن كدمات بسبب طريقة لعب الفريق الكيني، ولا توجد إصابات عضلية. وتأهل الفريق لدور المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز على الشرطة الكيني بهدفين مقابل هدف في المباراة اللي كانت امبارح على استاد القاهرة الدولي في مباراة الإياب. الزمالك كان سبق وفاز في لقاء الذهاب اللي كان في كينيا وخلص زي ما احنا برضو تابعنا بهدف دون رد لنادي الزمالك، وزي ما قلت لكم كان الهدف الأهم والهدف المطلوب هو عبور نادي الزمالك لدور المجموعات، وبعد كده إن شاء الله بإذن الله الأداء هيزيد والأداء هيتطور مع توالي المباريات. النهاردة لعيبة نادي الزمالك هيبقى فيه فحوصات طبية بالنسبة لهم بناء على طلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قبل مباراة السوبر الأفريقي أمام النادي الأهلي اللي هتبقى يوم 27 من الشهر الجاري في المملكة العربية السعودية، وهيخضع اللعيبة لفحوصات طبية تحت إشراف الجهاز الطبي ودكتور محمد أسامة، وهيتم إرسال هذه النتائج للاتحاد الأفريقي. طبعا جهازنا الطبي ودكتور محمد أسامة بيعمل كل الترتيبات الطبية للفريق في جميع الأوقات ومش بيسيب أي حاجة للصدفة، وبيعملوا بصراحة مجهود كبير جدا، وده بشهادة الجميع وبشهادة أكيد الجهاز الفني إن دايما الناس يعني شغالين على قدم وساق في بالذات موضوع الفحوصات الطبية والإصابات اللي بيتعرض ليها لعيب نادي الزمالك. فأكيد يعني لا شكرا عارف بالنسبة لدكتور محمد أسامة على واجب، لكن هي دي طبيعة شغل دكتور محمد أسامة، واحد من أفضل الدكاترة اللي موجودين في مجال الطب الرياضي والإصابات الرياضية. لسه مكملين مع جهازنا الفني ومستر جوزيه جوميز اللي قرر ان هو يمنح اللعيبه الاساسيه في مباراه الشرطه الكيني اللي اتلعبت امبارح راحه من التدريبات النهارده، وهيخوض اللعيبه البدلاء والمستبعدين من ماتش الشرطه الكيني مباراه وديه خلال الوقت الحالي مع مواليد 2005 على ملعب النادي عشان يكونوا جاهزين للفتره القادمه، ويمكن ده اللي كان متفق عليه من جانب مستر جوميز مع الكابتن بدر حامد رئيس القطاع ان يبقى في مباراه ما بين الفريق الاول والصفقات الجديده بالتحديد مع فريق 2005 عشان برضو يكونوا جاهزين للمباراه المرتقبه القادمه امام النادي الاهلي. نختم الأخبار الزملكاوية من عند دكتور محمد أسامة رئيس جهازنا الطبي اللي كشف عن تفاصيل الإصابة اللي تعرض ليها مصطفى شلبي وكمان نبيل عماد دونجا لاعبي الفريق خلال مواجهة الشرطة الكيني. وقال دكتور أسامة إن مصطفى شلبي ودونجا اتعرضوا لإصابة عبارة عن كدمة خفيفة في كاحل القدم، وأشار كمان إن حالة الثنائي حالة مطمئنة وهيخضع
اللعيبة لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة للإطمئنان عليهم بشكل أكبر، وإن شاء الله بإذن الله يبقوا جاهزين بشكل كبير جدا جدا للمباراة القادمة. بنتمنى يعني كل السلامات والأمنيات بالشفاء لأي لعيب عشان يكون جاهز خلال المواجهة القادمة في نهائي السوبر الأفريقي. بعد ما خلصنا أخبارنا الزملكاوية أكيد هنقول لكم آخر مستجدات الكرة العالمية، ولكن بعد هذا الفاصل خليكم معانا. نبتدي أخبارنا العالمية من عند فريق النصر السعودي اللي حقق فوز كبير على نظيره الاتفاق بثلاثية مقابل لا شيء في المباراة اللي كانت بين الفريقين في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين. تقدم لنادي النصر في الشوط الأول كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة 33، بعد كده أحرز سالم النجدي الهدف الثاني في الدقيقة 56، وتاليسكا في الدقيقة 71 من المباراة. بيحتل نادي النصر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط. كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود اهتمام كبير من جانب فريق ريال مدريد بضم الظهير الإنجليزي ألكسندر أرنولد لاعب نادي ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وكشفت صحيفة ريليفيو عن أنه لا يزال أن ألكسندر أرنولد يحظى بتقدير كبير جدا في ريال مدريد، وكمان على الرغم من عدم قيام ريال مدريد بالتواصل مع وكلاء اللاعب إلا أن مسؤولي نادي ليفربول بيتكلموا مع اللاعب لمعرفة رغبته في البقاء أو الرحيل عن النادي الإنجليزي، خاصة وإن عقد أرنولد هينتهي خلال الموسم القادم. نروح للاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا اللي أعلن عن أفضل لاعب في الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وكان اتكلم الاتحاد الدولي أن الألماني فلوريان فيرتس لاعب بفريق بايرن ليفركوزن اللي حصل على جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة التشامبيونز ليج، بعدما تمكن اللاعب من يعني أنه يقود فريقه للفوز على فاينورد بأربعة أهداف دون رد، وسجل في هذه المباراة هدفين. وحصل فيرتس على لقب أفضل لاعب في الجولة بعد منافسة قوية مع كل من الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ، وكمان الفرنسي أنتوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد، بالإضافة إلى الإنجليزي جيمي جينز لاعب روسيا دورتموند الألماني. بعد ما خلصنا اخبارنا العالميه خلونا دلوقتي نروح نشوف لقطه اليوم ونرجع مره ثانيه. ايوه انت قلت لها تديلي تيشيرت بعد الماتش. انا قلت لك معلش والله انت اللي قلت جوه فوق ولا يلا يعني عفوية وتلقائية حلوة جدا ولقطة جميلة من زيزو، ان هو يعني قال له انا قلت لك ممكن زيزو بقى اكيد يعني في الماتش وضغط الماتش وتركيز الماتش نسي، لكن اول ما الولد قال له زيزو ما ترددش يعني ان هو يروح يديله التيشيرت الخاص بيه، وزي ما شفنا احنا كده فرحة الولد كانت عاملة ازاي، ويمكن دي من الحاجات اللي بتفرق جدا جدا مع الجماهير وبتفرق جدا جدا مع الأطفال الصغار، إن هم أكيد بيحبوا اللعيبة وبياخدوا إن اللعيبة بالنسبة لهم بيبقوا مثل أعلى، ويعني مفيش أكتر من زيزو أكيد اللاعب المحبوب من كل جماهير نادي الزمالك. تعالوا دلوقتي نظبط ساعتنا مع بعض ونروح نتعرف على أبرز مواعيد مباريات اليوم.
اهلا بيكم في فقره نبض 100 عقبه، لكن النهارده فقره نبض 100 عقبه مختلفه عن المعتاد. يمكن امبارح المبنى الاجتماعي لنادي الزمالك احتضن حدث مهم قوي، كان عباره عن ندوه توعويه لامراض القلب بالتعاون مع مستشفى وادي النيل وكمان المؤسسه العلميه للقلب والشرايين. المؤتمر تناول امور مهمه جدا، ابرزها التدريب لانعاش القلب الرئوي وغيرها من الامور، وده يمكن بالتواكب مع اقتراب اليوم العالمي للقلب. كاميرا نهارك ابيض كانت موجوده وحاضره ونقلت لكم كل اللقاءات وكل الاحداث في هذا المؤتمر. خلينا نروح نشوفه ونرجع مره تانية ثم فاصل وبعد كده مع كابتن خالد مصطفى. بشكر طبعا أستاذ الدكتور حازم خميس والضيوف اللي كانوا موجودين، لأن الحقيقة يعني هو مش بس رياضيين، إنما الحديث النهاردة كان لكل الناس، لكل الأعضاء، لكل الناس لازم تعرف إيه الصح وإيه الغلط. في معلومات خاطئة كتيرة الناس بتتكلم فيها وبتفكر فيها وخلاص اتعودت عليها وهي مضرة جدا. فالحقيقة من أجمل الحاجات اللي النهاردة اللي هي بينت للناس إن في عادات كتير هم متوارثينها وعايشين بيها، نوعيات في الأكل، نوعيات في التصرف، الإهمال في إن الواحد يشوف ضغطه ويشوف سكره ويشوف الكلام ده. الناس واخدة الأمور يا عم خليها على الله وكل الكلام ده. الحقيقة كان من أجمل الحاجات في المؤتمر النهاردة التوعية الحقيقية لكل الناس عن أضرار التواكل. الناس متواكلة، أنا لا ده أنا ما بيجرنيش حاجة، لا ما أعرفش إيه. الحقيقة شوية نقط صغيرة، أنت عارفة جرس إنذار كده لكل الناس النهاردة، لا خلي بالك من ده وخلي بالك المعلومة اللي كل الناس بتتكلم فيها. ف يعني حاجات كده بتعتبرها الناس ممكن تعتبرها حاجات بسيطة، إنما هي جوهرية في إزاي الواحد يعيش حياته كويس. زي ما اتكلمت الدكتورة شيرين على موضوع التغذية، في حاجات كتير، عادات كتير إحنا اتعودنا عليها وبنعملها ومعتقدات ما كانتش صحيحة. الحقيقة المفهوم لازم يتغير والناس تبتدي تفكر في ان ما تمشيش وراء الاعلانات وكل الكلام ده، ولازم اسأل واستشير. بالتزامن مع المؤتمر اللي حصل ده كان في كل العاملين مع في الاجهزة الطبية مع الفرق الرياضية المختلفة اخذوا تدريب عن الانعاش القلبي الرئوي، تدريب نظري وعملي. حضروا 36 من العاملين في الأجهزة الطبية مع الفرق المختلفة، بس للأسف كان متزامن في نفس الوقت ده. الناس حضروه واستفادوا منه جدا، وكان تدريب نظري وعملي. الناس كان قدامهم زي دمية معينة، شافوا الوضع ده لما يحصل تحط العيان في أنهي وضع، وده لما يحصل علشان نتفادى زي ما حصل ان حد يقع ومحدش عارف يسعفه وكل الكلام ده. وانا بشكرهم جدا برضو لان ده كان جزء من الندوة بتاعت النهاردة، الجزء التوعوي لعامة الاعضاء والكلام ده، والجزء التدريبي التخصصي اللي حصل للفرق الطبية اللي بتشتغل مع فرق النادي المختلفة. طبعا بشكر نادي الزمالك وادارته انهم اتاحوا لنا الفرصه. التوعيه من اهم الحاجات، لان الناس بتفتقد اساسيات هامه في الوقايه من امراض هامه، وخاصه الرياضيين. يعني دايما اقول ما فيش اسره عندها طفل او شاب بيلعب رياضه ما يتعملوش فحص قلب رياضي. ده يقلل بنسبه باذن الله تعالى طبعا اكثر من 55% من اسباب الوفاه المفاجئه في الملاعب.
التوعية لأسرنا أعضاء النادي كانوا حاضرين يعني بشكل جميل، وناقشنا قضايا جميلة، ضغط الدم، أزمات القلبية، الكوليسترول، الفاكسين. إن أول مرة الناس تعرف إن الإنفلونزا فاكسين بتاع الإنفلونزا بتاع الإنفلونزا ده بيحمي القلب ويحمي الناس اللي جالهم جلطات في الشرايين. دي أحدث المعلومات اللي جات من جمعية القلب الأوروبية، إن أي مريض جاله أزمة قلبية وهو داخل المستشفى لازم ياخد فاكسين الإنفلونزا. من أكتر الحاجات اللي بتأثر على اللعيبة عوامل الجو، اللي هو قد إيه علو عن سطح البحر، قد إيه الرطوبة في الجو، قد إيه الحرارة. فالغرب عمل إيه؟ الأوروبيين اخترعوا أوض اللعيب بيخش فيها ساعة كل يوم قبل الماتش. سي ميسي أو رونالدو رايح يلعب في اليابان، بيجيبوا له الجو اللي موجود في اليابان في الاوضه دي، يخش ساعه الاوضه دي كل اسبوع لمده اسبوع قبل المباراه، فينزل ميسي من ينزل ميسي من الطياره على الماتش. عمركم شفتوا الارجنتين ولا البرازيل ولا اي ولا باريس سان جيرمان ولا مانشستر راح دوله قبلها بكذا يوم عشان يلعب؟ الناس ما سالتش ليه، الناس ما سالتش ازاي اللعيبه المحترفين دي بتنزل اي دوله في العالم بالليل، يكون الماتش الصبح العصر مثلا او بالليل، وياخد طيارته ويرجع بلد ويلعب في جوية تاني. الناس ما سالتش. اصبح لهذه الفرق المحترفه حجرات اسمها حجرات الجو الويذر، ان هو بيتعرض لاي جو رايح يلعب فيه قبل الماتش باسبوع بس يروح يلعب من غير ما يضطر يروح يعيش فيه. زي زمان فاكرين لاعبتنا بتوع الزمالك والاهلي كان يبقى عايز يروح مثلا دوله افريقيه قبلها بسبع ثمان عشر ايام عشان يتاقلم مع الجو. مرحب بيكم مشاهدينا، وصلنا دلوقتي الجزء الاخير من حلقتنا فقره سهم وكوس. مشرفني ومنورني كابتن خالد مصطفى نجم نادي الزمالك. كابتن خالد نهارك ابيض وصباح الفل. نهارك زي الفل وعلى جمهور نادي الزمالك والمجلس وكل اللعيبه. طبعا في البدايه يعني عايزين نقول نادي الزمالك امبارح حقق المطلوبه كابتن خالد. الحمد لله، مش كل مباراه بناخد منها فنيات واداء وكده، لكن احنا لازم نهتم بالنتيجه في الاول، لان احنا لسه في بدايه موسم وان شاء الله اللي جاي يكون افضل. بداية موفقة تعتبر كبداية موسم، خدت منها الهدف من المباراة اللي انت عايزه، حققته وجبت اهداف. طبعا الهدف اللي دخل فينا ده ما كانش يجب ان يخش بالسهولة دي، لكن الحمد لله انت كسبت مجموع الماتشين، كسبان بره الحمد لله وكسبان هنا. نتيجة يعني تعتبر في بداية الموسم مع بداية فترة الاعداد لسه خلصانة، تعتبر حاجة جيدة. طب انت شايف حتى لو انت كلاعب ما جبتش فورمة بنسبة 50%، مش هقول لك 100%، الماتش اللي جاي يعني هيبقى عندك قوه ربانيه في الماتش يا كابتن؟ الحافز النفسي بتاع المباراه والاهلي وبطوله وبطوله افريقيا وجماهير، اكيد مليون في الميه انت عندك روح بتاعت كانك لاعب 70 ماتش قبل كده. بالظبط، لا دي 100% موجوده طبعا لاي لعيب، وكل لعيب في ال 30 لعيب نفسه يكون هيبدا المباراه حتى لو كانت امكانياته مش جاهزه، لكن هو من جواه. فما بالك بقى اللي جاهزين واللي هيبداوا المباراه، اللي هو حاسين ان هم هيكونوا اساسيين من المباراه اللي فاتت، طبعا اكيد عايشين الموقف كويس وحاسين بخطورته وحاسين بالهدف اللي هم رايحين عشانه، وان شاء الله هيقدموا مباراه كويسه. فعايز اكلمك في جزئيه مهمه قبل ما نتكلم شويه في الفنيات والتحضير للماتش اللي جاي. شفت ازاي موضوع ضغط الماتشات، ويمكن حتى جوارديولا يعني مفيش اكبر بقى من جوارديولا ومانشستر سيتي اللي لعيبه اشتكت من ضغط الماتشات. يعني الناس بقى لها بس هناك يا كابتن كام شهر او سنه، الناس خلاص جايبين اخرهم في مسابقات منتظمه في كل حاجه والدنيا تمام. انت هنا بقى بتقيس باللي عندك، فانت شايف بعد تعاقد اتحاد الكره مع الشركه الالمانيه انها تقدر تنظم بقى المسابقات ويبقى في نظام، يبقى في حاجات زي ما بنشوف كده بره، يبقى الدوري المصري زيه زي الدوري معروف بدايته من نهايته ومعروف توقفاته. بص يا كابتن خالد، طبعا احنا السنين اللي فاتت احنا تعذبنا يعني كلاعب كره، اعتقد انهم كلهم اتعذبوا. بالظبط، لكن في نفس الوقت انت الحمد لله في بدايه موسم لسه ما نتكلمش على الارهاق ولا الكلام ده كله. حتى امبارح انا سمعت تصريح، لا انت مستبشر خير ان شاء الله طبعا باذن الله. اصل الالمان دول زي المرسيدس كده يعني، الالمان معروفين ناس يعني منظمين وشكلهم العملي، وحتى هم عموما كتربيه رياضيه عموما على
مستوى العالم كله يعتبر هم اقوى ناس موجودين. انت نظام الدوري الجديد بالنسبه لك ايه رايك فيه؟ طبعا ممتاز. ده اللي احنا كنا بنطالب فيه، لازم يبقى فيه دوري استثنائي. لا 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 اصل مش وبعد كده يعود الدوري بنظام الطبيعي. ما عملناش كده يا كابتن خالد، نقعد نلعب 20 سنه قدام بنفس الدوري ونقعد نخلص في شهر 10 ونبدا في شهر 9، يعني مش شغلانه. هيتعبوا اللعيبه يعني طبعا. الدور الاول بشكل طبيعي. لا طبعا عادي. الدور الثاني بقى هو اللي هيبقى فيه هيكون فيه الهبوط من الثمانيه الاخرانيين وال10 الاوائل يلعبوا على المركز الاول، ده شيء طبيعي يعني. انت لو ما عملت موسم الاولاني كله، هو الدور الاولاني كله ما وصلتش من 10 اوائل، عايز اكتر من كده يعني، ده 10 مش بنقول 5 ولا 6، ده 10 اوائل لو انت ما حطيتش نفسك فيهم خلاص، يبقى انت كده كده هتكون في الدور الثاني من الناس اللي هينزل. صحيح. فشيء طبيعي يعني، ما هوش صعب يا زي ما بيحصل في الدوري. انت لو حللت اي دوري من الدوري اللي فاتت هتلاقي اللي بيهبط هم اللي من الاول في المؤخر. صحيح. انت كنت شايف لابد ان هم ياخدوا الخطوه دي. بس طبعا الدوري دون مجموعتين ده هو اللي سيء، ملوش طعم ولا ليه معنى. ده زي اللي عملوه قبل كده. لكن يعني صراحه نظام العشر اوائل ده ممتاز جدا جدا جدا، هم طبقوه عندنا في الناشئين ده يسهل كمان يا كابتن خالد فكره ان انت بتشارك بقى في بطولات افريقيه، منتخبك عنده توقفات دوليه، ده يسهل حتى على الشركه موضوع تنظيم المسابقه. طبعا هيسهل عليها جدا جدا. عنده بيعمل 10 من دور واحد وهيعمل 10، هيعمل 10 التانيين من دورين خلاص. بالزبط. يعني الموضوع بقى سهل. يعني الفرقه هتلعب بعدد ماتشات اقل، هتدي حتى فترات راحه لو كان في اجنده دوليه او كده الناس تقدر تلعب، غير فرقنا طبعا المصريه اللي كلها داخله في البطولات الافريقيه. صحيح. طيب نرجع بقى لنادي الزمالك تاني، شايف الجبهه الشمال يعني الناس بتتكلم برضو الفتره اللي فاتت ان ليه مستر جوميز بيلعب عمر جابر باك شمال، ليه محمد شحاته بيلعب كباك رايت. انا قلت يا كابتن خالد ان المدير الفني دايما هو القرار الاول والاخير بيرجع له هو، بس هو برضو احنا عارفين ان احنا في دور ال 32 ما كانش معانا محمد حمدي، ما كانش معانا بن طايج، فهو ده الحل اللي قدامه. لكن مباراه السوبر اكيد الوضع هيختلف. شوف يا كابتن، انا مره اتكلمنا يمكن المره اللي فاتت على نفس النقطه دي، قلت لك ان انا لما بغير في مكانين، لما اغير في مكان واحد احسن ما اغير في مكانين. دلوقتي انا بحط عبد الله شحاته باك رايت وهو مش باك رايت، محمد شحاته، لكن في نفس الوقت هو الولد بيأدي كويس يعني، ربنا يبارك له. لكن بس برضه تحس ان هو مش مكانه يا كابتن يعني، هو ما هو بقى بيأدي، عارف ان هو مؤدي، لكن عشان كده بقول لك لما احط عمر جابر باك رايت واخلي المشكله في ناحيه واحده احسن ما اخلي المشكله في ناحيتين. على العلم ان عمر جابر امبارح كان من نجوم المباراه. يعني لو حطينا زيزو نمره واحد هيبقى عمر نمره اثنين. بالظبط. لكن في نفس الوقت برضو العدله بتاعت عمر جابر لما يلعب باك يمين في ماتش المنافس بتاعك الاهلي غير لما يكون منافس الفريق الكبير. صحيح. فان شاء الله لو محمد حمدي جاهز او بن طايج ده جاهز، ان شاء الله يكون ليهم دور ويكون عمر جابر يرجع مكانه واحط عبد الله شحاته في نص الملعب. لكن انت مش شايف ان ممكن الرباعي اللي ورا ده يستمر في ماتش الاهلي؟ انا بص عشان اكون صريح معاك، شحاته لو ما اتحطش نص الملعب هيبقى في مشكله في نص الملعب في النادي الزمالك، لان نص الملعب بتاع الاهلي قوي. انت على الورق بتلعب بثلاثه، لكن واقعيا بقى في الملعب انت ناصر ماهر وعبد الله هم دايما بيرجعوا. يعني بتلعب 2 8 ودونجا مش هينفع كابتن في 60 70 متر دايما هو يفضل يغطي على الباك رايت، يشيل لوحده يشيل لوحده يشيل طول الماتش، الشوط الثاني مش هتلاقيه. ونص الملعب بتاع الفرقه الثانيه عبد الله شحاته يعني لابد ان يكون محمد سوري بتاع عبد الله شحاته. عبد الله شحاته ده كان معاك في الفرقه دي زمان ولا ايه؟ لا ما كانش عندنا. شحاته عموما وجوده في نص الملعب ان شاء الله في مباراه الاهلي مهم جدا جدا مع دونجا. يكون نص ملعب الاهلي جامد ونص قوي، لازم يكون قدامه اثنين تقال يقدروا يقفوا نص الملعب كله. كابتن ده كلام عام على اي فريق تاني. يعني انت مش هينفع تلعب بالطريقه دي مثلا. لعبت امبارح مع فريق من كينيا، فريق متواضع لحد ما، لكن بقى عندك اهلي اتحاد بقى مصري لا كل وانت دي فرق. كمان الليفل اللي جاي في افريقيا صعب. صحيح. هتخش دوري المجموعات هتقابل فرق بقى اكيد من شمال افريقيا، وهتقابل فرق من افريقيا. يعني انت شايف مثلا ممكن واحد زي محمد شحاته ودونجا لازم يكونوا موجودين، او محمد شحاته وزياد كمال مثلا. لا لا زياد كمال ما لعبش اهلي وزمالك قبل كده فصعب عليه عشان يكون صراحه. حتى راجل ما بيدوش الا 10 بس لعيب منتخب اولمبي، لعيب كويس، لعيب كويس مفيش شك، لعيب كويس، بس عشان تقول ماتش اهلي لا، لازم يكون لاعب عنده خبرات، لعب المباراه دي قبل كده. شحاته خلاص بقى من ضمن الفرقه، خلاص راجل بيلعب ال 90 دقيقه، انت شايف اصبح من الكيان. يبقى مع دونجا، انا مع دونجا طبعا لازم في نص الملعب، وناصر او عبد الله واحد منهم ايا كان. ايا كان لازم دول اتنين في نص الملعب، عمر جابر يرجع مكانه، واحد من الاثنين الباكات ليفت اللي هم جم للنادي، يا حمدي يا اما بن طايك يلعبوا باك ليفت. برضه ممكن يعملها زي ما عملها في ماتش الكاس لو تفتكر السنه اللي فاتت، ان يلعب بعبد الله وناصر، بس عبد الله ياخد واجبات دفاعيه وينزل يستلم من تحت وهو اللي يتدرج بالكوره زي ما انت شفت، ويبقى عبد الله يعني ان هو عارف انت زي ما كان واخد كده تعليمات ان انت عبد الله ما تعديش نص ملعب الزمالك، انت بتدافع بس، وده هياخد مجهود من عبد الله. في نقطه
انت النهارده في بدايه موسم، عبد الله لسه ما خدش الفورمه الماتشات الكامله. اه بالظبط. احنا ما نقدرش نحط نقول له لا شيل الماتش كله 90 دقيقه تعمل كده. لا، لما كان جاي في وسط الموسم هو جاهز بدنيا وجاهز فنيا، يقدر يعمل الحقيقه يسمع كلام المدرب ومش هستفيد منه كمان. هستفيد منه دي. وبعدين انا عايز الشوط الثاني يفضل بنفس الاداء. بالظبط. ما هو انت برضه في نفس الوقت انت مستفيد من عبد الله وناصر ماهر ايه؟ ان هم عندهم قوه هجوميه. لو انا خلصت عليه في الناحيه الدفاعيه لو قعدت اخليه شوط كامل يلعب كده، طب الشوط الثاني هيديني ايه؟ ما انا عايز اهاجم. انا مش هلعب الماتش مدافع، انا عايز زي ما بدافع زي ما بهاجم. لازم اعمل توازن في المباراه عشان اقدر اكسب المباراه. فلو حطيت دور دفاعي طول المباراه ما اعتقدش الشوط الثاني هتلاقي منه مجهود، لان ده لسه بدايه موسم. صعب ان هو ما وصلش للفورمه البدنيه اللي هي تديله يلعب 90 دقيقه كلها كامله بفورمه واحده. فلازم لازم شحاته ودونجا يشيلوا نص الملعب، يشيلوه ويكون حد قدامهم بيلعب مع الاربعه الهجوميين. ما شاء الله يبقى يعني في اداء متوازن، تقدر تقفل الملعب وتقدر تهاجم وتقدر كمان تستحوذ من خلال اللي انت نص ملعبك يعتبر لعيبه كوره يعني. ايوه يعني دونجا، ما شاء الله شحاته كمان مش مدافع بس، كورته جميله بالزبط. وبيعرف يلعب لقدام وبيعرف يؤدي 8 و6 كويس. دي الميزه في شحاته انه بيقدر يؤدي 8 و6 كويس. فيبقى كده حتى عبد الله وجوده مهم. انا كمان يبقى عندي ناصر ماهر مفتاح في الشوط الثاني. بالظبط. بعد الدكه قويه. ايوه الدكه بتاعتي تقيله. ان شاء الله يعني ربنا يكرمهم ويظبطوا بس الحته بتاعت السوبرين عشان الاوفرات والحاجات دي كلها، العرضيات دي مهمه برضه. طب انت بالنسبه لك الاسلوب او الطريقه اللي مستر جوميز هيبدا بيها المباراه تبقى عامله ازاي؟ تقسيمه المباراه بالنسبه لك كمدير فني. هو لازم يقرا المباراه على الاقل، يستنى ربع ساعه يقرا الجيم ويلعب ب 4-2-3-1 عشان يعني يبقى مستحوذ على نص الملعب، يعرف يقفل ملعبه كويس، يقرا الماتش كويس، وبعد كده يبدا في التحولات الهجوميه حسب برضه اداء الخصم اللي قدامه. صحيح. ما انت ممكن تلاقي الخصم النهارده مش جاهز، ممكن تلاقي الخصم النهارده تقيل قوي ودايس عليك على طول، هتضطر تحافظ على ملعبك لحد ما تشافي تفتح ثغرات عند الفرق في الديفنس بتاعه تقدر تعمل تحولات هجوميه، لكن المباراه هتتقري في اول ربع ساعه. انت لكن شايف انا من رايي ان نلعب 4-2-3. انت شايف اللي انت تقسم المباراه ولا تنزل ضاغط ولا تنزل عايز تستحوذ، بس برضه حتى لو نزلت بريتم سريع او بريتم مقاوم من اول المباراه مش هتقدر تكمل يا كابتن كده 90 دقيقه. هو عامه يا كابتن خالد اللي بينزل ضغط ما بيكملش اكتر من 10 دقائق ربع ساعه، مش هيقدر يكمل اكتر من كده. حتى لو الاهلي او الزمالك. انت كمدرب هيبقى هدفك ايه؟ اللي انت تجيب جون اول ربع ساعه؟ طبعا اللي يجيب جون الاول في ماتش الاهلي والزمالك بتفرق كتير. بتفرق كتير جدا. اللي يجيب الهدف الاول بيفرق كتير في الماتشات دي. بيفرق. عكس المباراه لو اتاخرت يبقى التوتر بيزيد عند الفريقين. ايوه التوتر بيزيد. الزمالك غير الاهلي في الحته دي بالذات، المباراه لما بتتاخر على الاهلي في التهديف بيبقى ماتش صعب عليه. يعني انت في الربع ساعه الاولانيه احذر ان يجي في الجول. دي اهم حاجه، انك تقفل ملعبك كويس، تقفل ثغراتك كويس، مفاتيح الهجوميه عندهم والايجابيه تقفل عليها كويس، لان هم لما بيجيبوا جول في الاول بيبقوا خطرين. لكن الاهلي لما بيتاخر الماتشات وانه يجيب اهداف في الاول بتحس ان الماتش بدا يهرب منه سنه سنه. بالظبط. لكن الزمالك ان شاء الله لو جاب جون في البدايه ان شاء الله يقدم مباراه كويسه. طب الصفقات الجديده او اللعيبه الجديده اللي موجوده معاك في قائمه السوبر، ازاي مستر جوميز يدخلها في اجواء الماتش، الاجواء الصعبه زي ما انت حضرتك بتقول؟ يمكن في لعيبه ممكن نشوفها تبقى اول ماتش ليها ديربي، واول ماتش ليها ديربي ببطوله، فلعيبه ممكن كمان تشارك، ابرزها طبعا محمد حمدي. فانت ازاي مستر جوميز هي بقى عمر فرج ومحمد حمدي وبنطايج اللعيبه كلها اللي هو بالنسبه له هتبقى موجوده معاه في قائمه الماتش؟ بص، اي لاعب من اللعيبه الجداد غير محمد حمدي عموما اللي جايين في اي مباراه، انت بالنسبه لك محمد حمدي لو جاهز يشارك؟ لا يشارك. اللعيبه كلها اللي جايه من بره يعني القطر المصري هيبقى بالنسبه له اي مباراه يلعبها، حتى لو لعب السكه الحديد مع احترامي للنادي، اي مباراه في اي فرقه في الدوري بالنسبه له هو اول ماتش. فمش هتبقى بالنسبه له الموضوع صعب، لان هو لسه مش حاسس يعني ايه اهلي. اكيد عارف طبعا، بيسمع من بره ان ال كده بتتكلم على اللعيبه المصريين. اللعيبه المصريين هم عارفين اهميه هم اللي هيبقى عارف. لكن اللعيب اللي جاي زي من جاي من بولندا ولا جاي من افريقيا ولا جاي من فلسطين عارف ان ده بالنسبه له اول ماتش عايز يأدي. صحيح. اعتقد ان المدرب لو حطهم هيحطهم هو مستريح من النتيجه وفي اخر المباراه، مش ما اعتقدش هيديهم الماتش كله. يعني غير بس من ناحيه الباك ليفت، لان هي ايه دي احنا محتاجينها. عايز اقول لك ان حضرتك اكيد عارف كان في مباراه جامعه الفريق الاول واللعيبه اللي ما بتشاركش يعني الفتره اللي فاتت مع فريق 2005 لسه انتهت من لحظات بفوز الفريق الاول نادي الزمالك على فريق الشباب 4-1. محمد حمدي احرز الهدف الاول، بعد كده عمر فرج، وسيدي نداي احرز لفريق 2005، وبعد كده اللي احرز الهدفين التانيين شباب تقريبا
ناصر منسي احرز الهدف الرابع وكونراد مشلاك احرز الهدف الثالث. طب كويس شايف مشلاك يعني داخل اهو كويس. يعني شايف مشلاك ممكن الكلام كله اللي جاي كلام ايجابي يا كابتن. لا هو مهدأ يعني انا يعني لعيب مميز قريت عنه وبعدين الماتش في السعوديه يعني هو مش غريب في الملعب اللي هيلعب فيه كمان يعني هداف بيعرف يجيب اجوان وما شاء الله سكولر فربنا يسهل بس ما يبتديش هيبدا المباراه. لا ما اعتقدش هيبدا المباراه وان شاء الله لو كان ليه دور هيكون ليه دور في الاوقات الاخيره كده من المباراه الشوط الثاني وكمان ده لو سيف الجزيري كان موفق ممكن يكمل المباراه الاخيره. شايف المباراه دي ما تحتملش اي مفاجات؟ لا ان شاء الله او اي تجارب؟ لا ما تحتملش لا مفاجات منك انت كمدير فني. لا انت مثلا تدفع بواحد زي مشلك ده مثلا من اول المباراه؟ لا صعب على حساب مثلا مصطفى شلبي مثلا يعني؟ لا صعب بعمر فرج مكان الجزيري؟ لا صعب صعب جدا صعب جدا لان هو عارف يعني ايه ماتش. هو الراجل المدرب عارف يعني ايه اهلي وعارف يعني ايه سوبر وعارف يعني ايه سوبر افريقي وعارف قوه المباراه واهميتها ان دي مباراه واحده ببطوله والفرصه فيها يعني هي الفرصه بتيجي لو خلصت خلاص الماتش بيخلص لسه ما فيش ما عندكش حاجه بعديها فما اعتقدش انه يقدر يعني يجازف في التدريب في الاختيارات وهيلعب بنفس اللي لعب بيه المباراه اللي فاتت مع انت شايف المثلث الهجومي يعني مفيش تغيير مفيش تغيير يعني زيزو شلبي الجزيري الجزيري لا مفيش مشكله وعبد الله السعيد تحتيهم طبعا دي حاجات اساسيه يعني ما اعتقدش يعني الرباعي في تغيير الرباعي محمد حمدي عمر جابر المسلوسي حسام عبد المجيد لا الزناري 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 عنده سرعه شويه انت شايف الزناري يلعب ماتش الكوره عنده سرعه لاني وسام ابو علي لعيب كويس ولازم حد يكون معاه بس وسام ابو علي برضه لعيب طويل قوي فمحتاج برضه ممكن تقول حسام عبد المجيد عنده طبعا الامكانيات دي فممكن في الكرات العاليه برضه يفرق معاك. انا مش هعتمد على اني العب كرات عاليه بس انا عايز واحد من تحت يكون عنده سرعه ويقدر يجري لان هو برضه بيستلم تحت كتير وبيلف وبيعمل ترنات كويسه فلازم حد يكون سريع شويه. وشايف نادي الزمالك لازم يلعب بقى على نقط الضعف ونقط القوه كمان في النادي الاهلي؟ طبعا يا كابتن منت... اي مدرب قاري يعني هما الاثنين قارين الجيم كويس. انا عارف هنا المفاتيح فين وعارف المفاتيح هنا فين وعارف انا كمدرب نادي الزمالك عارف فين مفاتيح القوه عند النادي الاهلي وعارف فين الضعف فين وهضغط منين وهضغط على الحته المعينه اللي انا عايز اكسب منها. اكيد طبعا مدرب قاري المباراه ويدرب لعيبته كلها الاسبوع ده على القصه دي كلها. انت بالنسبه لك نادي الزمالك يلعب على الارض والاختراق من العمق ولا يلعب مثلا زي على الكرات العرضيه او الكرات الثابته او الضربات الحره؟ بص وسيف الجزيري انت عندك مميز بصراحه يعني نمسك الخشب في ضربات الراس وكمان على الارض. لا بص لازم يبقى في تنويع لان برضو الحته اللي في القلب بتاعت نادي الاهلي بعد خروج عبد المنعم اكيد هيكون في اهتزاز عمرها ما هتكون بنفس القوه اللي زي كانت الاول. انا حتى ما اعرفش اللعيبه اللي جايه من بره هتلعب كلها ولا لا لكن لازم يكون في تنويع لان برضو ما شاء الله زيزو اوفراته ممتازه شلبي ساعات بيخش لجوه وبيعمل سوافات كويسه وزي ما انت حضرتك قلت الجزيري ضربات الراس كلها نقط كويسه عندك لازم طبعا دي لازم تستغلها انت الاربعه اللي قدام لازم نستغلهم كويس جدا 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 لان هم دول مفاتيح الفوز بس برضو لازم تحط في الحسبان ان هم هيقفلوا على مفاتيح لعبك يعني هتلاقي زيزو مثلا ما هي توفيق بص زي دايما المباراه دي بتبقى فيها ايه؟ فلازم يبقى في تنوع عندك مباريات جانبيه هتلاقي زيزو مع الباك ليفت بتاع النادي الاهلي هتلاقي شلبي مع محمد لازم هتلاقي مباراه ايه؟ جانبيه غير بس ما ينفعش تبقى رامي اللعب كله في ناحيه معينه ما ينفعش لازم تنويع اللعب اضغط من جوه مره اضغط على الاطراف مره عشان خاطر التنويع مهم حتى خلاص الفرقه كمان اللي قدامك ما تحفظكش لو حاسس انت بتلعب كله اوفرات 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 خلاص يبقى هو مستسلم عنده جون طويل عنده ناس بتلعب مثلا هيدرز كويس زي رامي لكن انت لازم تنوع هجمات لان برضه من تحت اقوى للزمالك من الاوفرات يعني النادي الاهلي ممكن تعمل ايه اوفرات انت عندك لعيبه كوره اكتر ايوه لا وفي نفس الوقت ناصر شلبي الخطوره دايما من تحت لو لاحظت انت الفتره اللي فاتت حتى الفتره اللي فاتت لو رجعت مباراه النادي الاهلي هتلاقي الاهداف كلها بتيجي على الارض من تحت من القلب اللي موجود فانت المفروض تتنوع هجماتك ويكون في كده ويكون في كده شايف هي دي الطريقه الانسب اللي طبعا الانسب لازم يبقى عندك تنويع وتنويع في الحلول بشكل عام طبعا وحتى ناصر ماهر وعبد الله سعيد عارفين الحته دي كويس وعارفين حته القلب بتاعت الاهلي فيها شويه ضعف اكيد هيعملوا يعني في ثنائيات بتكون بينهم وبين الجزيري او بينهم وبين زيزو يقدر يعملوا من على الارض خور خطيره كتير طب خليني اقول لك طبعا وانت عارف ان الجزيري زي ما بيقولوا بلغه الكوره كده يعني كعبه عالي على النادي الاهلي ودايما بيسجل اهداف في ناس ثانيه تقول لك حسام اشرف اجهز من سيف الجزيري في الوقت الحالي حسام أشرف تلعب بالاثنين حسام اشرف لعيب كويس يا كابتن بس مش عمري ما اي مدرب هيجيبه من النادي لسه راجع نادي الزمالك السنه دي بس هو بعد موسم ممتاز مش انا بقول لك بعد موسم ممتاز واحطه ماتش اهلي طب وانت ليه ما تستغلش ان هو جاي لك فايق اقدر بقى انا الشوط الثاني لو انا عايز استفيد منه وهو جاهز احطه هيبقى عنده حماس وعايز يلعب ماتش الاهلي وعايز يأدي وعايز يثبت للناس ان هو كويس ده شيء ممتاز لكن عمره مدرب ما هيحط هيغير في الهيكل الاساسي بتاع فرقته في ماتش زي دوت اقدر اغيره في اي مباراه سهله لكن مباراه
مش مع الاهلي كمان في الدوري، مباراة مع الاهلي ببطولة. فلازم كلها ليها حسابات، والحسابات بتاعتها بتكون اكيد المدرب حاسبها بالملي يعني. لكن انت بالنسبة لك فكرة ان انا العب باثنين سترايكر دي مستبعدة؟ لا لا، اثنين فراودة مش هيلعب ابدا، مش هيلعب، هو عمره ما عملها اصلا، ما عملهاش كتير. انت لو لاحظت رجعت الماتشات الزمالك اللي فات مش هتلاقي بيلعب باثنين سترايكر ابدا. او لو ممكن يكون مباراة فرقة مثلا عايز ماتش قرب يخلص وما جبناش اجوان فيقوم عامل كده، لكن ما اعتقدش مباراة زي كده هيعمل كده. عمر جابر شايف من اللعيبة اللي مش واخدة حقها كابتن الفترة اللي فاتت. ليه؟ ما شاء الله راجل مجتهد وبيقدم الناس كلها. لا مش واخدة حقها اعلاميا يعني، على مستوى الكلام وعلى مستوى الاعلام انت بتشوف بيبقى في اشادة ببعض اللعيبة، مع الاحترام ليهم طبعا يعني، ما بيبقوش مؤثرين قوي مع فرقهم، خاصة كمان وهم بيكونوا موجود في مراكزهم الأصلية. أنت عمر جابر يا كابتن باك، بس أنا أعتقد أن عمر جابر في الفترة اللي فاتت من بعد ما استبعد من المنتخب والناس يعني حط الضوء عليه أنه هو مظلوم أنه راحش المنتخب، فده معناه أن الناس شايفاه كويس وبيأدي كويس، طول أنه تقول أنه هو مظلوم معناه أنه هو فعلا. مش كل الناس برضه الكابتن عشان يكون حقانين، مش كل الناس، ما هو الإعلام برضه معلش مع احترامي بيبقى ملون ساعات، ما مش كل ما عشان كده ما تقوليش الإعلام بيديله حقه مش كل الناس، عشان نكون صريح معاك برضه، ما هو الإعلام العادل اللي عنده شفافية في الاختيار حس ان عمر جاب المظلوم. وهي قصه كمان ان هو ما اهمتش يا كابتن مراد، ما شاء الله ماشي كويس لحد دلوقتي وسنه بيكبر، حس ان هو بيعاند في نفس الوقت. انا هبقى احسن واحسن، بقول لك امبارح اذا كان هو اذا كان هنطلع نجوم المباراه فهيكون زيزو هو نمره 2 على طول، ورغم انه ما بيلعبش في مكانه واسيست امبارح يعني بالمسطره يعني، ما شاء الله ده معناها ان هو انسان مؤثر. لما ما بيلعبش في مكاني واكون انا نمره 2 في المباراه كتقييم وتقييم كل المحللين امبارح، معنى ذلك الراجل مجتهد وبيأدي اللي عليه، وان شاء الله هيجي دوره في المنتخب. حمزه كمان يا كابتن مش في مركزه الاصلي، بس خلاص حمزه بنعتبره بقى سرد بقى، خلاص خلاص اعتبر نسينا حته البكرايه دي خلاص. حسام اشرف امبارح كانت اول مشاركه ليه مع نادي الزمالك، ما تقدرش تقيم. انا بحب الولد من زمان لان انت عارف مستواه، لكن امبارح ما يعني صعب انك تحطه، لازم تدي له جيم كامل ويلعب فيه وبعدين جيم ورا جيم ورا جيم لحد ما يرجع يحس ان هو خلاص بقى اساسي في الفرقه، هتلاقيه بيطلع كل اللي عنده. في حاجه برضه يا كابتن مهمه جدا ما حدش واخد باله منها، فكره عدم وجود الجمهور امبارح اكيد اثر بشكل كبير مع الزمالك. لا طبعا الجمهور ليه يعني، بتلعب امبارح ماتش يوم الحجر زي ما بيقولوا من غير طعم ولا طبعًا. ولا لون ولا اي حاجه، يوم الحجر مش هيخليك تتكاسل يعني، ماتش سهل وما فيش جمهور كمان، فاكيد اللعيبه اللي جوه يعني خلاص كله عشان بيرخي. عشان كده كنت بقول لك ان اللعيبه هي عايزه الماتش يخلص، عايزه تعدي الماتش بقى، عايزه يخلص باي طريقه بالظبط يعني كده، حلال حلال بقى في المجموعات. لكن ماتش الاهلي اللي جاي طبعا في السعوديه، وانت عارف الجماهير المصريه هناك كتيره، هتلاقي المباراه ليها يعني طعم تاني خالص، كل لعيب هيأدي كل اللي عنده لانه اللعيب برضه بيعمل حساب للجمهور كويس. شايف مين من الصفقات اللي المفروض بالنسبه لك لازم موجود في ماتش السوبر؟ باك ليفت نمره واحد محمد حمدي نمره واحد. ما عندك بنتايج؟ لا ما اعتقد ان هو الراجل لو هيلاعب حد منهم، انت اتكلمت فكره اللاعب المصري. لا هو نفس المدرب لو هيلاعب حد منهم هيلاعب حمدي، لو هيلاعب حد منهم الا بقى لو هو مصر على ان عمر جابر هو اللي بيشيل الحته ديت وهو مش مقتنع الا بكده، فدي هتبقى بتاعته، هتظهر على طول في التشكيل. بس محمد شحاته انت قلت بيؤدي لكن مش بيوجد في المكان ده يا كابتن. محمد شحاته يا كابتن في نص الملعب لاعب مميز. مميز. انا لما بلعب بكرافي بقفل ثغره لكن بتروح عليا ثغره. بس يا كابتن محمد شحاته انضم للمنتخب من خلال وجوده كباك رايت، ولا هو كابتن حسام واخده على ادائه بشكل عام؟ بص يا كابتن، منتخب مصر الاول شيء، بص في الاولمبي هو بيلعب فين؟ في الاولمبي هو بيلعب في مكانه، لكن في المنتخب عشان ده منتخب كبير. انا بكلمك عن المنتخب الاول برضه يعني. انا بكلمك عن المنتخب الاول، ده منتخب كبير وكابتن حسام بيغطي الثغره اللي عنده بالظبط، يعني ممكن يحس ان محمد هاني في وقت من الاوقات بيتعب او كده فبيضطر يحط محمد شحاته عشان يقدر يأديها. لكن محمد شحاته سنه بالكتير قوي هتلاقيه من اساسيين نص ملعب في منتخب مصر وفي نادي الزمالك، مش هيبقى ليه مفيش غنى عنه. لكن انت بالنسبه لك برضه لو هيشارك شارك في نص الملعب، مش انا عن نفسي لو عندي حد بديل لعمر جابر كباك ليفت يبقى عمر جابر يلعب مكانه وشحاته يلعب في نص الملعب. يا كابتن خالد ان شاء الله كل التوفيق للزمالك. خلينا نروح معاك لموضوع حلقتنا النهارده في البرنامج واللي كان بيتكلم عن 80 سهم ابيض، رسالتك لزيزو بعد وصوله لهدفه ال 80 مع الزمالك. خالد احمد بنصبح عليك يا استاذ خالد، بيقول رسالتي لزيزو بعد وصوله لهدف ال 80 مع الزمالك، بقول له استمر على هذا التالق والمستوى الرائع وجمهور الزمالك كله بيحبك وبيدعمك. معتز ماهر بيقول رسالتي الكابتن زيزو انه يكمل وان شاء الله يكون الهداف التاريخي للنادي، ومستنيين منه هدف الفوز بالسوبر ان شاء الله باذن الله يا معتز. محمد حسين صباح الفل عليك يا محمد، وبيقول دايما زيزو متالق مع نادي الزمالك ويا رب يفضل متالق، زيزو لعيب كبير وعنده خبرات عاليه جدا تخليه احسن لعيب في مصر وافريقيا، كل الدعم والتوفيق ليك
يابو ايلا، طبعا ايلا بنت طبعا نجمنا احمد سيد زيزو. محمد حازم، صبح عليك يا محمد، وقول رسالتي لافضل لاعب في افريقيا انه يكمل على هذا المستوى الروعه، وان شاء الله يكون الهداف التاريخي للنادي، وان شاء الله يسجل هدفين في السوبر، وتحياتنا ليك وان شاء الله يا محمد. محمد محمود، عايزينك تفضل معانا لحد ما توصل ل 200 هدف او اكتر، وتبقى اسطوره النادي والهداف التاريخي. بنشكرك يا محمد، وان شاء الله زيزو يفرحنا يا كابتن خالد بقى في السوبر اللي جاي باذن الله، هدف الفوز باذن الله ويرفع الكاس باذن الله. بشكرك جدا يا كابتن خالد، دايما بسعد بيك. الله يبارك فيك. شكرا ليك والجمهور نادي الزمالك كله، وان شاء الله نبارك لبعض يوم الجمعه ان شاء الله يا كابتن خالد. بشكرك شكرا جزيلا. يعني مشاهدينا، خلص كلامنا النهارده، في نهارك ابيض، اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده، ودايما نهاركم ابيض بخطين حمر.